أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هو المضمر في الشوط الأول الرئيسي. هنا دائما هذا الشعار اللي ما تغيب عنه الشمس في كل مكان وفي كل زمان، دائما يسيطر على المراكز الأولى. الملاحقة القوية من الضيفة، من ضيفتنا العزيزة من دولة قطر الشقيقة. هنا الشعار الغرفاوي، الشعار الغرفاوي هنا متواجد على ظهري أيضا. الهبوط 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 لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي هو المضمر. والملاحقة القوية من الجانب الآخر، هناك من هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الرابع. هنا ملوح ولا يستهان بها، لا يستهان بها، ملوح لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان. أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هو المضمر. المركز الخامس، هنا الشعار الأحمر، شعار الخطر، مر وعبر دائما نقول لهجن رئاسة دولة الإمارات. هجن الرئاسة متواجدة مع حمد بن حمدان، لحمدان المضمر حمدان بن عوض بالكيلة العامري. هزاع الدكتور هزاع بن سلطان والدكتور خالد بن سلطان بن زايد. الله الجنتلمان يا الجنتلمان، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ام صيحة ما شاء الله. طارت الطيور برزاقها، طارت الطيور. ام صيحة وملوح. الله الله يا العامر، يوم قلت لي اليوم مرشح ابو هزاع. نعم نحن كلنا نرشح ابو هزاع. تحيه لابو هزاع، تحيه لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان على هذا الفوز. وسلام يا ناهل، سلام يا سويحان، سلام لابو هزاع، سلام خاص من ام القيوين من اللبسه الى يوصل الى ناهل بالورد والياسمين والزعفران ودهن العود. تهانينا. ام صيحه وصلت بحفظ الله ورعايته لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. المركز الثاني ملوح ايضا لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان، مضمرهم احمد بن الصايغ المزروع. المركز الثالث الهبوط لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. المركز الرابع ايضا لهجن الرئاسه سمحه. المركز الخامس وصلت فيه هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء. وصدقت يا بن حمرور، صدقت يا بن حمرور حينما قلت الناموس لأبو هزاع. بالفعل كان ترشيح جميل. مشكور يا بن حمرور. والتوقيت الزمني لمصيحة 6 كيلومترات قطعت المصيحة في زمن وقدره. تسع دقائق 23 ثانية وثلاثة من الأجزاء. تهانينا لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان، حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه يا رب العالمين، على هذا الفوز وهذا الإنجاز. وهذا ليس بغريب على هجن سموه وعلى شعار سموه. وتهانينا للجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ملوح أيضا. نعم حاملة نفس الشعار حيث أنها قطعت المسافة في 9 دقائق 33 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان. وتهانينا أيضا للجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الثالث وصلت فيه الهبوط ضيفتنا العزيزة، قدمت عرض ممتاز. تهانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. وتسع دقائق 34 ثانية 9 من الأجزاء. وتهانينا لسالم بن عامر المدهوشي. هكذا كانت النتيجة.